فيدريشن فيلم نيجيريا ليميتد تفخر بأن تقدم إلى الجمهور العربي الكريم إنتاجها الأول ابن أفريقيا. لأول مرة تدخل الكاميرا العربية إلى أواسط أفريقيا لتصور لنا هذه القصة المثيرة. ابن أفريقيا فيلم البطولة والمغامرات، فيلم الحب الملتهب، فيلم التضحية والتفاني في سبيل نصرة الحق. ابن أفريقيا الفيلم الذي تم تصويره في نيجيريا، قلب أفريقيا الزاخر بالمناظر الخلابة والأجواء الساحرة. ابن أفريقيا فيلم يجمع نخبة من ألمع النجوم العربية إلى جانب باقة من نجوم السينما الأفريقية. ابن أفريقيا بطولة نبيل عبيد، مديحة كامل، نوال أبو الفتوح، سيد مغربي، بالاشتراك مع بطل نيجيريا الأول فونشو إيدي أولو وبوكي أجاي بولاجي. ابن أفريقيا قصة وسيناريو وحوار سيد مغربي، تصوير صفوت غطاس، إخراج حلمي رفلة، التوزيع لجميع أنحاء العالم عبد الحسين فواز، بناية صمدي وصالحة، بيروت، لبنان.